لاعب في تشيلسي، توخيل يعترف باستفادته من حماقة خاليلوزيتش. عرفت مسيرة حكيم زياش مع تشيلسي تغيرا محوريا في الأسابيع القليلة الماضية، حيث تحول بشكل لا يدعو للشك إلى أهم لاعب داخل منظومة توماس توخيل، والأكثر قدرة على الحسم وخلق الفارق في الشق الهجومي، متفوقا على نجوم كبار أمثال روميلو لوكاكو، كاي هافرتس، كريستيان بوليسيتش أو ماسيم ماونت. زياش الذي منح الفوز للبلوز يوم السبت على أرض كريستال بالاس بتسجيله هدفا في الدقيقة 89، بات اليوم يملك أرقاما رائعة منذ بداية سنة 2022، وهي السنة التي تربع فيها بلا نقاش على عرش أهم لاعبي الفريق اللندني. فمنذ بداية السنة، وبالتحديد منذ أن استبعده مدرب المغرب وحيد خاليلوزيتش عن قائمة أسود الأطلس المشاركة في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون، أصبح زياش الهداف الأول لفريقه، حيث سجل 4 أهداف في السنة الجديدة، متفوقا على لوكاكو الذي سجل 3 أهداف في نفس الفترة. أما من حيث المراوغات الناجحة، فزياش ليس الأفضل في تشيلسي فقط، بل في الدوري الإنجليزي قاطبة سنة 2022، حيث قام ب 25 مراوغة ناجحة، متفوقا على ماتيو كوفازيتش الذي يأتي في المركز الثاني ب 16 مراوغة ناجحة هذه السنة. حسنا، الأمر لم ينتهي هناك، فعند البحث في أرقام الفرص المصنوعة هذه السنة، فالعجب أيضا أن تجد زياش متصدرا للقائمة داخل تشيلسي ب 19 فرصة مصنوعة، متفوقا بذلك على لوكاكو وماونت اللذان خلقا 18 فرصة لكل منهما. كل ذلك يأتي ليؤكد تغير دور زياش بشكل جذري داخل تشيلسي، ولعل لقرار مدرب منتخب المغرب وحيد خاليلوزيتش باستبعاده من قائمة أسود الأطلس دور كبير في ذلك، وذلك باعتراف من الألماني توماس توخيل نفسه. فزياش الذي أعلن اعتزاله الدولي قبل أيام قليلة لم يرد أبدا أن يلعب دور اللاعب الخاسر الذي ضاع منه كل شيء، وعمل بجد ليظهر للعالم أن كل الانتقادات التي تلقاها من طرف المدرب البوسني ليست في محلها، وأنه لاعب من بين الصفوة في أوروبا. وحينما سئل توخيل عن المشكلة بين حكيم ووحيد قال: لا أعرف التفاصيل كاملة، لكن يمكنني أن أقول أن حكيم لاعب منضبط في حصص الميران ويعمل بجد كبير من أجل الحصول على فرصة مع تشيلسي. استبعاده من منتخب المغرب خبر جيد لتشيلسي، لأنه سيمكننا من الاستفادة منه بشكل كامل وسيتجنب عياءه. ويبدو أن توخيل كان محقا في ذلك، فمنذ قرار الإبعاد ذاك والأمور تسير بشكل إيجابي بالنسبة لحكيم داخل قلعة البلوز، ما جعل جزءا من الجماهير المغربية تعض أصابع الندم عليه.